إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، موت المؤسسين والحاضرين، من مضى من هذا الجمع نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وعلى بضعتك فاطمة الزهرة سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة. السلام عليك أيتها المضطهدة المهضومة. السلام عليك أيتها المغصوبة الملطومة. لعن الله الظالمين لك يا فاطمة من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا عجبا يا عجبا، يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ قال بلى وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري. ايش سوت؟ قال لكنها لاذت وراء الباب للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا
فأسقطت وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا تصيح يا فضة أدركيني فقد وربي أسقط جنيني لست تدري لم أحرق الباب بالنار أرادوا إطفاء ذاك النور لست تدري ما صدر فاطم ما المسمار ما حال قرطها المنثوري ما سقوط الجنين ما لطمة العين ما حال ضلعها المكسوري خرت وخر المحسن صاحت يا فضاء بالعجل دركين ترى مقدر النهضة كسرت ترى ضلوعي وجسم المرض مضى ولا بقت لي من ضربة المسمار قوة خذيني يا فضة وحدر الكرار شوفي خبري عن حالي وعن ضيم الطحت صاحت يا بنت المصطفى حدر مشاو بي وجو قلبه على جمر القضى لجلش تطوى خرجوا بعلي الله لو شفتي حال حلال المشاكل ليث الحروب برقبة حطة وحمايل يمشي بطاعتهم ودمع العين سايل صاحت تتشيل القلب فارق سلوة إن كان طلعوا بالوصي قوم اطلعيني نسيت العصر بالباب وتسقط جنيني قوموا نروح القبر جدكم يا بنيني أرد أخبر بين الدهر بعد إيش سوى وخرجت الزهرة من ساعتها وراحت القبر وودت السبطين معها تمشي وهي تجري على الوجن دمعها وسمعت ونين المصطفى يومين سمعها خرت على قبر الشريف تصيح يا حق الرسالة يا محمد ما تأدى بعدك ولا شفنا حشي مولاه مودة جاني الأول يتبع الثاني بهدى
رايات معقودات دارها على الباء ولا كفاهم غصب ميراث يمنعي حتى عصروني وكسروا بالباب. طلعي وبس ما سمعني ابن الخنا هبكي وانعي قال اضربوها لا تهل الدمع سكا. والله يا ابو ابراهيم ما بطل ونيني ما دام يطرق مسمعي وتشوف عيني جماعة اللي عقب عينك سقطاني نهبة ونحلتي وعصراني بصاير الباء. ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقا وهوى. حديث مشهور يعرفه الكبير والصغير والمرأة والرجل. وهذا الحديث ما إن تفتح أحد كتب الحديث والرواية إلا وتجد فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وينقله أبناء العامة قبل أتباع أهل البيت والموالين. وما يذكر هذا الحديث في مجلس من المجالس إلا وتجد الحضور يتم بقية هذا الحديث لأنه محفوظ. النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد ذكر هذا الحديث، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، أو على قول كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. من هنا نريد الحديث في نقطتين فقط. النقطة الأولى، ما هي حقيقة هذه السفينة، سفينة نوح؟ هذه السفينة المذكورة في القرآن الكريم والمذكورة في كتب الأحاديث والذي رسول الله يشبه أهل بيته بها، ما هي حقيقتها؟ هذه كيف صنعت هذه السفينة؟ كم استغرق مدة بنائها وصنعها؟ ومن الذي خططها؟ وكم عدد المسامير التي سمرت فيها؟ وشلون تم إنشاؤها؟ ومن بناها؟ وما هي حيثيات طوفان نبي الله نوح؟ لطيف بالإنسان أن يتعرف على هذه الأمور. النقطة الثانية، ما هو وجه الشبه بين أهل البيت وبين سفينة نوح؟ هل أن وجه الشبه أن سفينة نوح كانت وسيلة نجاة وأهل البيت هم الآخرون وسيلة نجاة؟ هو هذا وجه الشبه فقط؟ لو هناك أيضا أوجه شبه أخرى وأدق من هذا المعنى. خلنا نشوف النقطة الأولى أولا، ما هي حقيقة هذه السفينة؟ كيف تم إنشاؤها؟ معلوم عندكم أيها الأحبة أن نبي الله نوح يسمى أو يلقب بشيخ الأنبياء لأنه أكبر الأنبياء عمرا. في كتب الحديث والرواية والأخبار أنه لما بعث كان عمره 400 سنة، 400 سنة عمره، وصار يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى 950 سنة، يعني 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم بعد ذلك حدث الطوفان، وكان مدة الطوفان 40 صباح، حتى أغرق جميع من على الكرة الأرضية إلا من كتب لهم النجاة وكانوا معه في سفينته.
ثم بدأت حياة جديدة. ومكث بعد ذلك نبي الله نوح بعد الطوفان 950 سنة أخرى، يعني 950 سنة مدة الدعوة، و400 سنة لما استلمها، يعني ثم بعد 950 سنة بعد الطوفان، انت عليك الحساب كم يطلع عمره؟ احسنت، 2300 سنة عمر نبي الله نوح، يسمى شيخ الأنبياء ويسمى أبو البشر الثاني، لأنه بعد الطوفان صارت حياة جديدة، فكأنما صار هو أبو البشر الثاني. أبو البشر الأول آدم، أبو البشر الثاني نبي الله نوح. لما دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى وصار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لم يؤمن معه إلا قلة قليلة من قومه، حتى أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، قال له يا نوح خلاص أنت تكليفك وأديته، الآن سوف ينزل عليهم عذاب، أنزل عليهم عذابا وعقاب، وأنت تكليفك أن تبني السفينة. ثم الله سبحانه وتعالى أوحى إليه كيفية صناعة هذه السفينة، ويقول علماء التاريخ أن أول سفينة تم بناؤها هي سفينة نوح. قبل ما كان في شيء اسمه سفينة أصلا، وما كانوا يركبون البحر عن طريق السفينة، ما صار شيء اسمه سفينة إلا هذه السفينة، وهي سفينة نبي الله نوح. زين، من الذي اخترعها؟ الطريقة الهندسية إليها، حجمها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. القرآن يؤكد على هالمعنى، واصنع الفلك، أحسنت، بأعيننا، يعني الله أمره هكذا تخطيطها وهكذا حالها وهكذا مقاساتها. زين، شقد طولها، شقد عرضها، شقد عمقها؟ يذكر إلينا أهل التاريخ أن طولها 1200 ذراع وعرضها 800 ذراع وعمقها 80 ذراع، يعني شقد بالأمتار؟ إذا كان الذراع بمعدل نصف متر فيكون طولها 1200 ذراع، يعني 600 متر، هذا طولها فوق النصف كيلو. بعد وعرضها 800 ذراع، يعني يصير 400 متر، وعمقها وغزرها 80 ذراع، يعني 40 متر، ضخمة جدا. هذه السفينة مكونة من 3 طوابق، طابق مخصص للطيور، وطابق مخصص للحيوانات والبهائم، وطابق مخصص للبشر، لبني آدم، الناس الذين ركبوا معه على متنها، وهي مزودة بكافة الخدمات التي يحتاجونها، لأن مدة طويلة راح يقعدون فيها. مدة الطوفان 40 صباح، يعني شهر وعشرة أيام، محتاجين إلى توفير خدمات من كافة الجوانب، لذلك صارت هذه السفينة فيها كافة الخدمات. إذا كان طولها 600 متر وعرضها 400 متر، يعني ما كان شكلها بشكل السفينة الحالية الآن في زماننا، وإنما شكلها أقرب إلى الشكل البيضاوي، لذلك عبر القرآن عنها بالفلك. السفينة عبر عنها بالفلك لأنها أقرب إلى الشكل الدائري من شكل ورقة النبات، لا صاير شكلها أقرب إلى الشكل الدائري. كم مدة بنائها؟ 200 سنة، 200 سنة يشتغلون فيها. 100 سنة الأولى فقط وفقط كان نبي الله نوح يزرع الأشجار والنخيل ثم يقطعها ويحولها إلى أخشاب، شغل مال قلاليف، يحولها إلى أخشاب وحطب ويجمعه، 100 سنة بأمر من الله سبحانه وتعالى. ثم 100 الثانية استخدمها ووظفها لصناعة هذه السفينة. 200 سنة، إيه 200 سنة، أعمار أول مو نفس أعمارنا الآن. إذا عمر نبي الله نوح
أو 2300 سنة، 200 سنة من عمره تمثل جزء من عمره. في ذلك الزمان أعمارهم طويلة جدا، وانت تمر عليك هذه الحكاية أن نبي من أنبياء الله مر يوم من الأيام على مرأة جالسة على قبر وهي تولول وتصيح وتصفع وتحث والتراب على رأسها، هاش صاير؟ قالت فقدت ولدي شاب في عنفوان شبابه. عظم الله لك الأجر، بس شقد عمره؟ قالت 300 سنة. خطية، ويل عليه، 300 سنة. قال لها يا عجبا، يأتي زمان يكون أعمار الناس فيه بين 60 و70. قالت أيكون عمر الواحد منهم 60-70 سنة؟ قال لها نعم. قالت إنه لا يكفيه أن يخرج من الشمس إلى الظل، ما يكفي يروح من الفي إلى الظل، من الشمس أو من الشمس إلى الفي أو الظل. كانت أعمارهم طويلة، طويلة جدا. فمئتين سنة مع عدم وجود تقنية، لا كهرباء، لا توصيل ماء، لا تقنية، لا إلكترونيات، لا تكنولوجيا، حضارة بسيطة بدائية، 200 سنة تكفيهم حتى يصنعوا هذا الحجم الهائل والكبير من السفينة. زين، من الذي أعانه على صنعها؟ هذه ما تحتاج 2-3 عمال وجزوية، لا، هذه تحتاج إلى عدد كبير جدا من العمال، العمال الذين يعملون مع جيش كبير يلا يشتغلون فيها. من الذي أعانه؟ أعانه قومه الكفار، كفار هم اللي اشتغلوا وياه. كيف؟ زين، هم يكذبونه ويمرون عليه ويسخرون به، رايحين جايين طنازة عليه، شلون الآن صاروا هؤلاء هم الذين يعينونه؟ أوحى الله إليه يا نوح أخبر قومك أنه من يعمل معك في صنع هذه السفينة فإنه إذا نشر بالمنشار خشبا فإن النشارة تتحول إلى ذهب وفضة. أي واحد يشيل إلى منشار ويبدأ ينشر في خشب، هاي البرادة، هاي النشارة تتحول إلى ذهب وفضة. الحضيض اللي يحصل لمجال يشتغل وياه، فيها ذهب فيها فضة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فصاروا يعملون معه ليل ونهار حتى انتهوا من صنع هذه السفينة. كم عدد المسامير التي سمرت فيها؟ تذكر الأخبار أن عدد المسامير بهالحجم الهائل 129,000 مسمار، 129,000 مسمار ذات ألواح ودسر. الدسر هي المسامير كما يقول بعض المفسرين عندما يستعرضوا إلى هذه الآية الشريفة. 129,000 مسمار سمرت فيها، بس فيها 5 مسامير نزل بها جبرائيل خصيصا من السماء. أنت تعرف هاي المسامير، أمره قال له يا نوح هاي المسامير توزعها بالتساوي، تبدأ من بداية السفينة إلى نهايتها كل هالقد ذراع تسمر مسمار. سر بقاء هذه السفينة ونجاة من على متنها هي هذه المسامير 5. فصار يسمر مسمار تلو الآخر إلى أن وصل إلى المسمار 5، فدخل في قلبه الهم والغم وصار في حالة من الكرب والنكد. فسأل رب إلهي سيدي مولاي مالي كلما سمرت مسمارا فيها انشرح قلبي، لما وصلت إلى 5 ضاق صدري. فنزل عليه جبرائيل وأخبره بحقيقة الأمر، قال له ترى هاي المسامير بأسماء أهل العباء، أهل الكساء، هؤلاء أهل البيت، الأول باسم رسول الله، الثاني باسم أمير المؤمنين، الثالث باسم الزهراء، الرابع باسم الحسن، 5 باسم الحسين. وإنما ضاق صدرك عند 5 لأنه يقتل ويذبح كما يذبح الكبش، فتبكي عليه السماء والأرض، وتبكي عليه الحيتان في البحار والوحوش في القفار. فبكى نبي الله نوح على مصاب أبي عبد الله الحسين. رواية المشهورة التي تسمعونها دائما. لما انتهى من صنعها أعدت تلك السفينة، أوحى الله له يا نوح علامة نزول الطوفان 2. العلامة الأولى أن تنكسف الشمس في رابعة النهار، العلامة الثانية
أن يفور الماء من التنور. إذا شفت هالعلامتين رأسا صعد من معك المؤمنين وأدخلهم في هاي السفينة وتهيأ لنزول العذاب والعقاب من السماء. وبالفعل لما انكسفت الشمس وفار التنور، واللطيفة أن زوجته تلك العاصية التي ما سمعت كلامه وما آمنت به وكان لها موقف مغاير من نبي الله نوح، هذه هي التي نظرت إلى العلامة الثانية، جاءت إلى نوح قالت له يا نوح هاش صاير يا عموريا؟ قالت يا نوح هذا التنور قد فار منه الماء. غريبة، المفروض فيه الجمر والنار وحطب فحم، هذا المفروض سوون فيه خبز، مو يطلع منه ماء، غريب عجيب صار فيه ينبوع ماء. فعلم أنها علامة ثانية من علامتي نزول العذاب. فأركب المؤمنين سريعا والتفت إلى أولاده، عند أربعة أولاد، ثلاثة منهم صاروا معه، سام وحام ويافث وكنعان. قال له يا بني اركب معنا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما في مجال، وين ما تروح ترى يأتيك الماء. رفض، وكان من ضمن الذين أغرقهم الله. لما صعدوا على متن تلك السفينة بدأ الماء ينزل عليهم من السماء كأفواه القرب، ليل ونهار ماء ومطر من السماء خرسوا منه، والأرض تشققت إلى أخاديد وصار الماء ينبع منها 40 صباح. أحد أصحاب الإمام الصادق اسمه عبد السلام يسأل الإمام يقول له سيدي يا ابن رسول الله 40 صباح مطر وماء من تحت الأرض، إلى شقد وصل منسوب الماء؟ قال الإمام سلام الله عليه مضمون الرواية: أعلى قمة على الأرض يعلوها الماء 15 ذراع، فوقها بعد 15 ذراع، يعني 7.5 متر زيادة. الآن ما هو أبرز مكان وأرفع مكان؟ جبال الهملايا مثلا، جبال التبت، ها أعلاها 15 ذراع. غرقت الدنيا. بعد ذلك عادت الحياة مرة ثانية من جديد، وبدأ شوط آخر من حياة البشرية، لذلك لقب بأبي البشر الثاني. هذا ملخص بسيط جدا لحقيقة طوفان نوح وسفينة نبي الله نوح. النقطة الثانية في الكلام، ما هو وجه الشبه بين سفينة نوح وبين أهل البيت؟ ليش النبي صلى الله عليه وآله يقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى؟ لربما يقول الإنسان وجه الشبه واضح جدا، أن سفينة نوح كانت وسيلة نجاة وأهل البيت كانوا ولا زالوا هم وسائل نجاة. جواب صحيح لكن مو دقيق. ليش؟ لأن كلام النبي أدق من هذا المعنى. النبي ما كان يقصد بأن سفينة نوح كانت وسيلة نجاة وأهل البيت وسيلة نجاة، لا، النبي كأنما يريد أن يبين هذا المعنى، أن سفينة نوح كانت هي وسيلة النجاة الحصرية. دير بالك ترى ما في وسيلة في ذلك اليوم كانت تمثل نجاة إلا سفينة نوح، حتى اللي راح على أعلى جبل ما حصل نتيجة وكان من المغرقين. إذن وسيلة نجاة حصرية كانت سفينة نبي الله نوح. كذلك أهل البيت مو بس سفن النجاة، وإنما سفينة نجاة حصرية. لا يجي واحد يقول والله أنا بمسك العصا من الوسط، شوي مع أهل البيت شوي مع غيرهم، لا ما يصير، لأن وسيلة النجاة حصريا عند أهل البيت. يجي إنسان يقول والله أنا مع أهل البيت لكن بالقلب، بالقالب وبالاتباع والسلوك مع غيرهم، مع غيرهم ما ينفع، لأن وسيلة النجاة حصريا أهل البيت. إي ما علي أنا بترضى على أهل البيت لكن ما بتبرى من أعدائهم، ما ينفع، لأن وسيلة النجاة حصريا هم أهل البيت، ما في مجال. لا تقول أمسك العصا من الوسط وأصير وسطي وأصير في حالة من التسوية ومشي الأمور وكذا وأهل بيتي مشي، لا ما يصير،
وسيلة النجاة فقط وفقط أهل البيت، كما كانت سفينة نوح هي فقط وفقط وسيلة النجاة. لما قال كنعان سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. كذلك في مسألة أهل البيت، لو واحد يقول أنا ما علي بتابع أهل البيت بس مو في كل شيء، بعض الأشياء بروح إلى غيرهم، ما ينفع إلا أهل البيت فقط. إذن وجه الشبه مو فقط في النجاة وإنما في حصرية النجاة، هذا أدق من المعنى الأول. هذا وجه الشبه الأول. وجه الشبه الثاني أن سفينة نوح وطوفانها كانت تمثل نوع من أنواع الابتلاء الإلهي لتمحيص المؤمنين، مو تمحيص المؤمن من غير المؤمن، لا لا، لتمحيص المؤمنين، يعني المؤمنون الله ابتلاهم بهذا الأمر في زمن نبي الله نوح. شلون؟ تذكر لنا كتب القصص القرآني أنه لما انتهى نوح من صنع السفينة خلاص جهزت، جاء إليه المؤمنون قالوا يا نبي الله دك السفينة وجاهزة، متى بينزل الطوفان؟ انت أخبرتنا بأنه سوف ينزل الطوفان، متى بينزل؟ قال لهم اصبروا، تحتاج المسألة صبر. صبروا صبروا صبروا، ثم جاءوا مرة ثانية قالوا يا نبي الله صبرنا وسئمنا من الصبر، إلى الآن ما شوف نزل علينا طوفان ولا أهلك الكافرين. سأل نوح ربه، أوحى الله إليه يا نوح أخبر قومك المؤمنين ليأخذوا بذور النخيل وليزرعوها، فإذا زرعت وصارت نخلا وأثمرت وأكلوا من ثمرها عند ذلك ينزل عليهم العذاب. مو تخلي فسائل، لا لا، طعام. من تحط الطعام إلين تكبر وتصير سفيئة وتصير تلك النخلة الكبيرة بجمارتها بالسعف مالها وكروب مالها، ذي كم تأخذ لها نخلاوية؟ يقولون 3-4 سنوات، تصل لخمس سنوات يا الله تصير نخلة. وإذا المؤمنين لما سمعوا كلام نوح انشقوا إلى نصفين، نصف منهم قالوا يا نوح لعلك تخادعنا بكلامك هذا، لعل كلامك هذا باطل، شنو تستهزئ بنا وتسخار؟ نقول لك متى ينزل الطوفان، تقول ازرعوا طعام وتالي يستوي الخيل واكلوا من الرطب ماله والتمر وتالي يا الله ينزل العذاب، هاتي سخرية وطنازعات. فانشقوا عنه وكفروا به. الصف الثاني قالوا احنا معاك مواصلين سوف نفعل، وبذروا النخيل او بذروا عفوا الطعام بذور النخيل، وبدأت تنشط وتكبر الى ان صارت النخيل باسقة واثمرت واكلوا من الثمر، كلوا من الرطب، كلوا. ثم جاءوا إلى نبي الله نوح قالوا يا نوح هكوها صارت نخيل وأثمرت وأكلنا وشبعنا، الآن متى بينزل الطوفان؟ سأل نوح ربه، أوحى الله إليه يا نوح أخبرهم ليأخذوا بذور هذا الرطب اللي أكلوه وليبذروه مرة أخرى، وإذا صار نخيل وأثمر وأكلوا منه يوم اللي يأكلون ينزل عليهم العذاب. جاء إليهم نوح أخبرهم بالأمر، وإذا بهم ينشقوا إلى صماطين، شق منهم قالوا يا نوح عاد إحنا لو متابعين الأولين كان أحسن، هذا مو حكي، كالحين كل مرة مو سنة ولا سنتين، هذا الحين صار 7-8 سنين وإحنا نراكض وراك، متى بينزل هذا العذاب؟ فانشقوا عنه ما بقي معه إلا القلة القليلة. شوف افتتان امتحان من الله، الله يمتحن، هذا اسلوب الامتحان الإلهي. مو كل مؤمن يقول مؤمن، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ منو يواصل الدرب للنهاية؟ منو يكون صابر ومحتسب وراضي بقضاء الله؟ ما بقى معه إلا 80، أولئك الذين ركبوا معه على متن السفينة وأصلوا معه إلى أن بذروا تلك البذور تحولت إلى نخيل وأكلوا من رطبها. بعد أن أكلوا من رطبها في المرة الثانية نزل العذاب، لكن تبين أن هناك قلة قليلة من المؤمنين. امتحن الله المؤمنين ومحصهم وغربلهم وطلع الخلاصة والصفوة الصافية بعد أن تعرضوا لامتحانات. أهل البيت أيضا هكذا، مو كل إنسان يتلزق في أهل البيت صار من أتباعهم، مو كل إنسان يقول أنا موالي لأهل البيت، لابد أن ينفض نفضتين ثلاث هالشكل يشوف يواصل الدرب لو لا.
يتعرض إلى ابتلاء وامتحان لأنه ملتزم بمنهاج أهل البيت وبخطهم، لأنه يمشي خلفهم. شوف، يتعرض إلى نكبات من هنا ومن هناك بأهل البيت سلام الله عليهم. واصل الطريق لو ينقلب طلحة والزبير وهؤلاء كانوا في يوم من الأيام قريبين من أمير المؤمنين. الزبير يقول له النبي صلى الله عليه وآله: أتحب هذا؟ يشير إلى أمير المؤمنين، قال: نعم أحبه. هذا أولا يصير والخالي، لأنه هذا ابن أبي طالب، أبو طالب أخو صفية، وصفية أم الزبير، هذا والخالي، وهذا علي، وهذا خليفتك، أحبه تحبه؟ قال: نعم. قال: كيف بك إذا خرجت في وجهه؟ قال: لا يكون ذلك. قال: إيه، بيجي اليوم وبشوف. وإذا بهذا الرجل الزبير اللي كان ممن شارك في حمل جنازة الزهراء، يعني من السبع القريبين الذين شاركوا في رفع جنازة الزهراء، وإذا يوم من الأيام طلع ويا تلك المرأة في وجه إمام زمانه. واصل لفترة ما، واصل على منهاج أهل البيت، لكن تالي طلع سيد ثاني، راح جهة ثانية، اختلف. في حين أن حجر بن عدي الكندي يلتقطون هناك في مرج عذراء، حاوطون جماعة معاوية: تتبرأ من علي وإلا تقتل. قال: اقتلوني. تقتل؟ قال: نعم اقتل، ما يخالف، ولا أتبرأ. سوف يقتل ولدك؟ قال: ما يخالف، بس ما أتبرأ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما استلوا السيف أرادوا أن يذبحوه، أن يقتلوه، قال: حسبكم. شوي شوي، صاير خلاص تتنازل؟ قال: لا، إذا أردتم أن تقتلوني فاقتلوا ولدي أولا، أول ولدي ذبحونه قدامي. ليش؟ قال: حتى أتأكد أنه يبقى على ولاية أمير المؤمنين. وقتل أمامه عيني، ثم قتل من بعده مباشرة. بقى امتحان، افتتن الله الأمة بأهل البيت، هؤلاء الذين كانوا يمشون خلف رسول الله وينما يروحهم وراه، ويدخلون المسجد مع النبي ويصلون بصلاة رسول الله، ومن يسافر النبي هم وراه، ومن يصير وجبة قعدوا مع النبي على سفرة واحدة، ويسمعون إلى خطب النبي صلى الله عليه وآله. كلهم صحابة؟ إيه كلهم صحابة. بمجرد أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعرضون إلى أول امتحان، أول امتحان يتعرضوا، وإذا يرسب أغلبهم، كلهم نتائج رسوب، ما بقي إلا القلة القليلة، تلك الصفوة التي بقت مع أمير المؤمنين وساندت أهل البيت، وإلا البقية ما نجحوا. ادعوا الانتساب إلى رسول الله، ادعوا الصحبة، ادعوا المحبة، ادعوا الألفة، ادعوا الإيمان، لكنهم خسروا في الامتحان. لما امتحنهم الله بالزهرة، وإذا ما مش أحد يقف معها، تصور الزهرة سلام الله عليها تطلع ليلية على باغل، يأتي إليها أمير المؤمنين ببغلة، يركبها على البغلة ودور من بيت إلى بيت يبحث عن أحد يشهد لها بحقها، فلا يجد. وينها الصحابة هؤلاء؟ وكلما طرقوا بابا تغافل أهل الدار بأنهم نيام، وبعضهم كانت داره مسرجة، يعني فيها الأنوار، يعني أهلها قاعدين لا زالوا، فإذا جاءت الزهرة وطرقت الباب وقفوا خلف الباب وصاروا ينظرون من شقوق الباب، إذا شافوا هذه الزهرة، هذه فاطمة جاية، رأسا أخمدوا الأنوار واصطنعوا النوم كأنهم نيام. وترجع الزهرة بخفة حنين، ليس معها أحد يشهد لها بحقها. لذلك بقيت هذه الحرقة في قلب الزهراء سلام الله عليها إلى آخر لحظة من لحظات حياتها، وهي على فراش المرض توصي بوصاياها، تقول لأمير المؤمنين: يا علي، إذا أنا مت غسلني من تحت الثوب فإني طاهرة مطهرة، وكفني وارفع جنازتي وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، ولا تدع أحدا ممن ظلمني أن يحضر جنازتي، أنا أشتكي عليهم يوم القيامة عند أبي رسول الله. هؤلاء ما قصروا يا علي، يا علي واجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني
واجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوني واللي كسروا ضلعي بالباب اعصراني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدي. ليش يا فاطمة ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي لليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي وبعد على المختار ما نشفت دموعي طبل ولطمني فوق خدي ومحجر العين صاح الوصل من دوح بالسبع المثاني انت يا زهرة والنبي كنتو أركاني وهسا انهدم يم الحسن ركني الثاني جدد علي الحزين يا ست النساوي. التفتت فاطمة إلى علي قائلة يا علي خذ أولادك وامضوا إلى المسجد. سمعا وطاعا يا فاطمة أخذ بيد الحسن والحسين وخرج بهما إلى المسجد. قامت الزهراء من ساعتها واغتسلت ولبست ملابسها ثم التفتت إلى أسماء قائلة يا أسماء أنا داخل إلى الدار ساعة وصلي لله ركعات وناجي ربي وأتلو القرآن تعاهديني بعد ساعة ناديني ثلاثة إن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بابي رسول الله. ودخلت إلى دارها أوصدت الباب على نفسها صفت قدميها للصلاة والعبادة على مصلاها. بينما هي على تلك الحالة وأسمى خارج الدار تسمع مناجاة فاطمة ودعاءها وبكاءها ومناجاتها ساعة واحدة وإذا بها قد خفت صوتها. جاءت أسماء وقفت خلف الباب نادتها بنداءات ثلاث قائلة سيدتي يا فاطمة سيدتي يا بنت رسول الله سيدتي يا أم الحسن والحسين. لم تسمع جوابه قامت وفتحت الباب دخلت وإذا بفاطمة مسجى على مصلاها وقد تجلببت وتغطت بردائها. نادتها سيدتي يا فاطمة لم تسمع جوابه حركتها لم تتحرك عمدت إلى الرداء كشفت عن وجه فاطمة نظرت وإذا بالزهراء قد فارقت الدنيا. أين المنادي وفاطمة وسيدته ومصيبته؟ أجهشت بالبكاء والعويل وهي تنادي وفاطمة. ثم قامت وخرجت وأغلقت الباب وجلست عند الباب تبكي وتنوح على فاطمة. بينما هي على تلك الحالة وإذا بها تسمع صوت طفلين صغيرين قد جاء إلى الدار. الحسن والحسين كل منهما قد مسك بيد الآخر دخلوا إلى داخل البيت. التفتت إليهما قامت لهما قالت أولادي أضع لكما طعاما أو شرابا. قال لها يا أسماء متى تعاهدتينا نأكل أو نشرب من دون أمنا فاطمة؟
لكن لماذا لا نسمع لأمنا صوتا؟ لماذا لا نسمع أنينها وأوجاعها وآلامها؟ ليش ما نسمع ونينا منه ولا نسمع كلام؟ إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئة. لا يا أسماء سافرت عنه وخلتنا أيتام، والشهيد يقول لا تفاول ترعى قلب انكسر. سالمة ويا ريت يا ابن أمي كلامك لا يكون فالها فال السلامة، وريت علتها تهون. صاح خويا من نحيلة وبهضها ضرب المتون. نسأل الله الضلع المكسار من الزهر انجبر. وين يا ابن أم السلامة والجسد منها نحيل والضلع منها مكسر والصدر دمه يسيل؟ ظنتي يا نور عين اليوم لليلة تشيل، والأسف ما وصلت العشرين خويا من العمر. التفتت لهما أسمى قائلة يا أولادي ماذا أقول لكما؟ لكن هذه الدار ادخلوها. فتح الباب دخلا إلى الدار، وإذا بالزهرة مسجى على مصلاها وهي مغطاة بردائها. يا شيعة يا موالين، جلس الحسن إلى جانب الحسين إلى جانب الحسن ينادي أمه فاطمة كلميني. الحسين ينادي أمه فاطمة كلميني، لا يسمع جوابا. عمدا إلى ذلك الرداء، كشف الرداء نظره وإذا بأمهم قد فارقت الدنيا. وعلى الزهر يوم دخله وعاينه مدد، على الزهر يوم دخله وعاينه مدد، نايمة نومة الموت وساد ما هي موسد بالمصلى والقلب مسدل عليه. الرد خروا عليها ومدامعهم تصب شبه المطر. هذا موقف للحسن والحسين وهما يتساقطان على جسد أمهم فاطمة. ما أجابتهم لأنها قد فارقت الدنيا، بس ترى في موقف ثاني يا شيعة أجابتهم فاطمة فيه. متى هذا الموقف؟ لما انتهى أمير المؤمنين من تغسيل الزهراء ولفها في أكفانها ووضعها في نعشها، نادى على أولادها: بني حسن بني حسين، بني زينب بني أم كلثوم، هلموا وتودعوا من أمكم فاطمة. جاء أولاد الزهراء تساقطوا على جسد أمهم. الحسن ينادي أمه: أنا ولدك الحسن كلميني. الحسين ينادي أمه: أنا عزيزك الحسين كلميني. يقول أمير المؤمنين: وحق العيش الذي عاشه رسول الله، إن الزهرة حنت وأنت وأخرجت يديها من كفنها وضمت الحسنين إلى صدرها. وإذا بالصوت من السماء: يا علي نحي الحسنين عن أمهما فقد أبكيا والله ملائكة السماء.
ورضها 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 شسل الروح يا صاحب ورضها عليها ضاقت الدنيا ورضها ورضها على ضلوع السحقها الطاق ورضها يا الباب اللاذت بكتر الزجية والله الباب اللاذت بكتر يا زجية نفسي على زفرات يا محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات إلى خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف كل مريض. اللهم فك كل أسير. اللهم رد كل غريب. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا وله فيها صلاح، نسألك اللهم أن تقضيها وتيسرها له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، موت المؤسسين والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع، وإلى روح المرحوم السيد إبراهيم، وإلى روح المرحومة أم السيد حميد، وأمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.